شجعنا دايما بأخبار الخدمة، وإحنا منتظرين نسمع الآن الجزء الأولاني معاك بالمشاركة بعمل الرب اللي بيديلك كل يوم الرب رؤية، وكل يوم الرب الخدمة بتمتد. نشكر الرب، تفضل. شكرا أخت نوال. مثل ما قلتي أنه راح أحاول أقسم كلامي يكون قصير إلى 3-4 وجبات إذا صار عندنا مجال. يعني باختصار أكو خلينا نقول سفرة، هي سفرة استطلاعية في حياتي الروحية. من 89 سنة 1989 إلى 1996 هذه كانت قبولي للرب والدكتوراه والبايبل كوليدج، وبعدين جيتي إلى أمريكا كبايبل ترانسليتر. بعدين من 96 إلى 2000 كانوا يعني organization أخرى أو إرسالية أخرى اللي هي ABT which is Aramaic Bible Translation، وكملنا العهد الجديد وثلاث أرباع العهد القديم. لكن اليوم أنا راح أركز على القطعتين الأخيرتين، أنه عام 2000 بدأت شبكة البث الآرامي لكن بدون ساتلايت. راح هذه أيضا راح أتركها الآن، لأنه من 2000 إلى 2005 كنا لوكال داخل ديترويت الكبرى ووينزر ومع فضائية أخرى أشورية إلى الشرق الأوسط، بس ساعات كانت قليلة وبعض القنوات لوكال هنا. لكن لما نقول عام 2005 انطلقت الآرامية، هذا قصدنا أنه انطلقت على الساتلايت إلى الفضاء، لكن بداية الميديا كانت سنة 2000. أوكي؟ ولهذا أنا راح أركز الآن منذ المرحلة الأخيرة أو المحطة الأخيرة اللي بدأت بها الآرامية على الساتلايت. كانت أول فضائية انطلقت من قارة أمريكا الشمالية إلى قارة أمريكا الشمالية، and كانت في يعني 14 تموز عام 2005. ولهذا أنا أريد الآن، هل السلايد هذا جاي تشوفونه الآن أخت نوال؟ نعم نشوف السلايد. يس. طيب أوكي، أنا ما راح يعني أبدي من البداية، عفوا من النهاية، وإنما راح أبدي من البداية وبعدين أرجع إلى هذه السلايدات اللي معظمكم تعرفون شوية عنها، لكن هذه خلينا نقول ثمار الأخيرة. أوكي، لكن راح أبدي من البداية، وأنت تعرفين معظم المشاهدين يعرفون بدايتنا، أنه هذه كانت البداية البسيطة للفضائية الآرامية من بيسمنت وحدة من الكنائس في وولد ليك. And أيام زمان كان أبونا زكريا معانا ورشيد كان معانا، وكان معنا أيضا نزار شاهين إلى أوروبا والشرق الأوسط. وبعدين التكنيشنز مالتنا، هذا ابني سايمون، كان عندنا يعني تيم كلش فقير وصغير ومبتدئين، وهذا الكلام عام 2005. أوكي، وهذا هو الفريق اللي دا نقول عنه أنه يعني مجرد 6-7، وأنا جوش، وهذا ابني سايمون وقيس وفادي عن جوش. وإذا تشوفنا التاريخ 4-4-2006، هذه يعني عبرنا أول 6 أشهر أو 7 أشهر، وتشوف أنه مستوى الأجهزة يعني كأنه غرفة صغيرة مثلاً 3 أمتار بمترتين. هذا كانت الفضائية بالبداية، بس بدأت قوية ورايت أوي لايف توك شو. رايت أوي لما طلعنا بقوة وبدون خوف، ويعني كشف زيف الإسلام، وتعرفون يعني أبونا زكريا ورشيد، that's what كان عندنا آخرين أيضا.
So this is the studio and Qais wa Justin and كلهم يعني والأجهزة بسيطة جدا جدا لكن إيد الرب كانت معنا. وبالحقيقة هذه السفرة استطلاعية نقولها أنه منذ 2005 لكن كانت ذكريات حلوة. وأنا واثق أنه الأخت نوال جاي يعني يعجبها هذه السلايدات. أوكي سو هذه هي كانت المسرح مالتنا أو استوديو مالتنا شيء جدا بسيط كاميرات كلش بسيطة لكن ما كنا نعرف أنه الرب بعدين من هذا البيسمنت من هالفقر أنه راح نوصل إلى مستوى أعلى. سو الله كان يعرف بس إحنا ما كنا نعرفين. هسا قفزنا إلى بعد سنة ونص سنتين من البيسمنت إلى شراء البناية. So we are now here preparing أنه نقص الشريط للبناية بناية الآرامية من عام 2006 I believe كانت 2006 يعني نهاية 2006 وكانوا يعني نشكر الله أنه كثيرين كانوا حاضرين. وبعدين هسه أنا دا أقفز بسرعة لأنه أنا بدل الوقت أنه فريق الآرامية هذه كانت البدايات لما بالستوديو الجديدة عفوا البناية الجديدة شوية الأجهزة تحسنت والستلايت تحسن يعني كذا. So these are groupات إلى أن بعدين بدينا نخلي يعني تعدد في عدد القنوات يعني طلعت بعدين الترينيتي شانل وورشيب وأكراد للمسيح وسورث وقدوس. أنا راح أتوقف هنا وبعدين راح أكمل المسيرة أنه شنو اللي صار بعد هذه الفترة.